شيلها. خلاص اعمل اعمل كده وحط. احنا بنمر نتاكد من اللي وجهت بيه الحكومه ورئيس الدوله، تخفيف الاعباء على المواطنين بالاسواق المجمعه ومساهمه الدوله والمجتمع المحلي والناس الوطنيين والناس اللي عايزه، حتى مش هقول التفاصيل، لا حتى عنده باب زكا يساعد بيه الناس، ده حق مكانه. ان شاء الله ان شاء الله الاسواق دي تستمر وتتكرر. والنهارده نسقنا مع التموين ورئيس المدينه وكذلك كل المدن اللي عنده فرصه في اي مكان يعمل سوق زي ده، واحنا هنساعده، هنساعده بايه؟ نساعده بالخدمات، بالمعاونه الاداريه، نفتش عليه حمايه مدنيه. جاية هنا لاني شايفة الاسعار في اختلاف كبير من هنا عن بره، هنا في خصومات كبيرة والفرق واضح بصراحة، وانا بشكر سيادة الرئيس انه عملنا الحاجات دي، بيسهل علينا اهلا بالمدارس، يعني بيسهل علينا الامور الصعبة. كغرفة تجارية ساهمنا في المكان ده كله في عمله، واحنا جبنا التجار باذن الله، التجار دول من تجار شرم الشيخ، وناس ليها اماكن هنا كبيرة قوي، وهم تبرعوا بانهم يجوا ويتبرعوا ب 25% خصم ل 30% في المنتجات، وزي ما حضراتكم شايفين بالنسبه للشنط طبعا كلها حاجات قيمه وصنع في مصر، كراريس، المجلات، الحاجات دي كلها بتتباع باسعار اكتر من كده كتير جدا جدا في المحلات، وهم مش وعدونا، ولكن احنا بالكنترول مع وزاره التجاره عرفنا ان وزاره التموين كمان معانا، عرفنا ان الاسعار دي حقيقيه ونزلت فوق ال 25 ل 30%. مع حضرتك ابراهيم الحارون مدير مديريه تموين جنوب سيناء، واحنا النهارده في افتتاح اولى معارض اهل المدارس بمدينه شرم الشيخ، اللي شرف منذ قليل بافتتاح معالي اللواء الدكتور مهندس خالد مبارك محافظ جنوب سيناء. وزي ما حضراتكم شفتم كده مع الوزير اثنى على المعروضات وعلى نسب التخفيض الموجوده، والحمد لله المعرض مجمع لكل ما يلزم الاسره المصريه من كشكول وادوات مدرسيه، احذيه، ملابس، شنط، وبنسب تخفيضات تجاوزت ال 25 ل 40%. واكبر دليل زي ما حضراتكم شايفه كده الاقبال اللي شايفاه من الجمهور على المعرض، وده اكبر دليل على نسب التخفيضات فعلا حقيقيه عن الاسواق الخارجيه. وده الهدف يا فندم من انشاء المعارض، القيادة السياسية دايما بتوجه انشاء المعارض لتخفيف الاعباء عن كاهل الاسر المصرية، وفي المعارض الموسمية زي اهل المدارس بننشئ المعارض دي نقطة مجمعة لكل ما يلزم الاسرة من مستلزمات مدرسية، بنسب بيجي يلاقي كل ما يلزمه من مستلزمات موجودة في مكان واحد، بنسب تخفيضات متابعة ومراقبة من قبل التموين، بنسب الحمد لله موجودة عندنا هنا في المعرض من 25 ل 40%. انا رفقة عايشة هنا في شرم الشيخ، جيت أهل المدارس النهاردة، تخفيضات تخفيضات تخفيضات، وخامة جامدة جدا، حاجة متعة بأمانة، حاجة توهم، حاجة جميلة، وكله في متناول أيدي الجميع، فيه خامات مختلفة وفي خامات كويسة جدا وبأسعار جميلة جدا. النهاردة هنا أهل المدارس أرخص بكتير من كل المحلات، في تخفيضات جامدة وشغل عالي، ونشكر كل المسؤولين، ونشكر سيادة الرئيس، وأنصحكم تيجي تشوفوا بقى الأسعار والخامات بنفسكم.